بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر حزقيال اصحاح 22 وكانت نبوءه دقيقه عن تاديب الله لشعب اورشليم وصلنا لعدد 21 يقول اجمعكم وانفخ عليكم في نار غضبي فتسبكون في وسطها كان وصف اورشليم على انها كانت ذهب وبعدين بقت ايه زغل اللي هي تشكيله كده من المعادن الرخيصه اللي يعني يحموا بيها النار لكن ملهاش قيمه فقال جمع فضه ونحاس وحديد ورصاص وقصدير نحطها في كور النار عشان تنفخ النار عليها فتتسبك فكأن أحبائي التأديب ده بيبقى نوع من الـ السبك كده يعني ربنا ينقي مننا الشوائب ويطلع الحاجة الغالية الحاجة الثمينة هي اللي تعيش الحاجات الوحشة كلها تروح مع النار دايما غرض التأديب كده قديس بطرس يستخدم نفس التشبيه في بطرس الرسالة الأولى أو الإصحاح يقول إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة كي يكون امتحان إيمانكم وهو أثمن من الذهب الفاني الذي يمتحن بالنار. توجد للمدح والكرامة والمجد عند يعني ايه لازم ندخل كده في النار شوية يطلع مننا أحسن ما فينا. والحاجات الوحشة بقى الطمع اللي كان فينا، الأنانية اللي فينا، التذمر، الرياء، الغضب، حاجات كتيرة كده تتحرق بالنار لما الواحد يبقى جوه نار التأديب. كأنه زي ما قال واحد من الأباء نار التأديب ونار التجارب تحمينا من النار الأبدية وبالتالي لو الواحد فاهم المعنى ده هيشكر ربنا على أي نار تسبك سبك كده أو تصهر صهر أو تسقل صقل يعني بتشتغل جواه وتطلع أحسن ما فيه كما تسبك الفضة في وسط الكور كذلك تسبكون في وسطها فتعلمون أني أنا الرب سكبت غضبي عليكم يعني لما يحصل كده هتعرفوا ان انا اللي بعمل كده في ناس النهارده مش عاوزه تفسر ما يحدث في العالم على ان ربنا له علاقه تعلمون اني انا الرب سكبت غضبي مش في شر كتير وفي بعد عن ربنا وناس كتيره رايحه جهنم مش لازم يتدخل ربنا ولا يفضل يتفرج على ناس بيحبهم يهلكون الشيطان مسيطر على الناس والشيطان ده كذاب يشغل الناس ويقول لهم مفيش ربنا، يوم ما ربنا يأدب عشان يرجع الناس يقول لهم بصوا ربنا وحش ازاي؟ أو يرجع يقول لهم ما مفيش ربنا ومالوش علاقة باللي بيحصل. هو أهم حاجة عنده يضلل الناس. يطلع كذبة يمين وكذبة شمال والناس تحب الكذب. يقول أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. الناس عاوزة تعيش في الغلط وبالتالي هتدور على الكذبة اللي تعتبرها حقيقة عشان ترتاح له وتكمل في غلطها زي ما هي عاوزه وكان الي كلام الرب قائلا يا ابن ادم قل لها قل اورشليم انت الارض التي لم تطهر لم يمطر عليها في يوم الغضب يعني ايه انت اصلك يا اورشليم ما خدتيش دورك لسه لان ربنا قبل التاديب ده عمل عقابات شديده لشعوب كثيره وارشليم فضلت شايفة روحها إنه إيه أنا بالذات ما يجي جنبي أنا بتاعت ربنا أنا بعمل اللي عليا تعرفين التدين الفريسي اللي كله رياء اللي كان في أورشليم الكهنة والأنبياء والناس دول كانوا بيقنعوا الناس إحنا كويسين يحصل زي ما يحصل في العالم إحنا لا إحنا بقى اللي عدانا العيب فقال لها لا أنت فاكرة إيه أنت كلك عيوب انتوا فاكرين الناس بس هي اللي وحشة لا واللي جوه أورشليم وحسين فبيقول لها انت الارض التي لم تطهر يعني أنتي بقى اللي فاضل انت نقدبك بقى لم يمطر عليها في يوم الغضب يعني ابتدى ربنا يمنع مطره لانه كانت متعودة على المطر وكأنه حقها في بركات في حياتنا احبائي من كتر ما بتحصل كل يوم بنعتبرها حقنا الشمس اللي بتطلع علينا والنفس اللي بناخده واللعمة اللي بناكلها وبق المية اللي بنشربه ولا بنشكر ولا بنقدر ما هو حقنا وبعدين لما نلاقي الحاجة دي غالية ومش طايلينها نكتشف ان احنا بصراحة يعني كان علينا مطر دائم وخير دائم ولا شكرنا ولا قدرنا ولا اخطيت يعني اختشينا من ربنا اللي بيقول لنا انا بعمل ده كله بس خلي بالكم من حقي بلاش الغلط ولا كان حد سائل فبيقول لها أنت الأرض التي لم تطهر لم يمطر عليها في يوم الغضب فتنة أنبيائها في وسط هيشرح لنا بقى كل فئات المسؤولين في أورشليم وإزاي كلهم بقوا أشرار بدأ بأنبياء أورشليم أنبياء كذبة فبيقول دول عملوا فيك فتنة كأسد مزمجر يخطف الفريسة أكلوا نفوسا أنبياء الكذبة أحبائي زي الحيوانات المتوحشة تعرفين في بعض الحيوانات المتوحشة تقرب كده من الفريسة بشكل ناعم وبعدين تفترس التعليم الغريب كده يقنعك ويتفلسف ويقول كلام شكله حلو وفي الآخر ياخدك على جهنم افتراسا فهنا بيقول لها أنبيائك يا أورشليم اللي في وسطك دول خطفوا الفريسة أكلوا النفوس أخذوا الكنز والنفيس يعني سرقوا التعليم النقي والحقيقة المعطاء من ربنا للرسل للكنيسة واستبدلوها بإيه بشوية حجارة تعبانة أكثروا أراملها في وسطها الترمل في لغة الكتاب بالذات لما يبقى المعنى مجازي أو رمزي يعني فقدان النفس العرسة يعني إيه نفس مترملة يعني مش لاقيه المسيح في حياته يعني مش طايلة ربنا مش شبعانة بيه مش حاسة انها في ظله ما هي الارملة تفتقد الى جزها فتبقى حاسة بوحدة صعبة وحاسة ان ملهاش ظهر هنا النفس اللي تفقد المسيح تشعر بالترمل فتبقى حاسة انا لوحدي في الدنيا دي انا مش قد الدنيا دي طب هو يعني العريس ده لا يموت لكن الانبياء الكذبة لما يحرفوا التعاليم ولما يقدموا عقيدة ملوثة يشوهوا جمال المسيح يفصل الكنيسة عن عرسه كهنة ده الأنبياء كانوا أسرار والكهنة خالفوا شريعتي ونجسوا أقداسي حتى الكهنة اليهود في الوقت ده كانوا بيعملوا حاجات ضد الشريعة هم عارفينها كويس وعارفين الصحة إيه وبيعملوا عكسه لم يميزوا بين المقدس والمحلل يعني إيه يعني في حاجة مقدسة لازم تتعمل وفي حاجة ممكن يعني ايه حلال وفي حاجات حرام حسب شريعه موسى هم ما بقوش يميزوا كله يتعمل اللي يعجبهم يعملوه فاكرين ولاد عالي الكاهن اللي افسدوا الكهنوت وبسببهم انهار الشعب اليهودي ودخل عليهم شعوب وثنية يعني خدت حقها قوي منهم كل ده ليه لانه مسؤولين الشعب ان لم يكونوا أتقياء وانقياء يضللوا الناس وراهم لم يعلموا الفرق بين النجس والطاهر وحجبوا عيونهم عن ثبوتي فتدنست في وسطهم يعني ايه يعني الشريعة الواضحة المعلنة اللي حتى الشعب العادي عارفها الكهنة بيكسروها في وقت حسقيال فداسوا السبت وابتدوا يستحلوا أعمال كتيرة يوم السبت من أجل البزنس زي نظام كده إيه وقت ربنا يسوع لما بقى الهيكل مغارة لصوص قال عملته بيت أبويا بيت تجارة نفس الفكرة كان في وقت حزقيال السبت بطالما يطلع منه مكسب نفتح الباب ونشتغل وكذلك حجبوا عيونهم عن حق ربنا يعني ايه معلش عارفين كلمة معلش دي ما ضيعت ناس معلش طب البلاش نصوم معلش طب مش يعني نغطي كذبة بيضة يا ابونا معلش طب لازم نلجأ للقضاء معلش طب احنا مضطرين نخصمهم معلش ده ايه احنا عمالين نكسر في كلام ربنا ونقول معلش وبعدين يوم ما يجي تأديب نقول ليه بيعمل معانا كده طب ما احنا نفسنا كتر المعلش ده بوظ الناس رؤساءها في وسطها كذئاب خطف رؤساء الشعب غير الكهنة غير الانبياء النبي ده صوت ربنا فلما يقول صوت الشيطان يضلل الجيل الكل الكاهن ده رجل الله مسؤول عن العباده لما هو ينحرف العبادة كلها تتلخبط الرئيس ده القائد ده دول قادة الشعب هم كمان يعني ايه مجدهم في خزيهم زي ما قال عنهم بولس الرسول رؤساؤها في وسطها كذئاب خاطفة همهم ينهبوا همهم يستنفعوا خطفا لسفك الدم لإهلاك النفوس لاكتساب الكسب يعني لا يفرق معهم بشر ولا يفرق معهم أي حاجة عاوزين بس المكاسب يبقى أنا تصوره خادم بيخدم ربنا لمصالحه الشخصية ربنا يحمي شعبه وكاهن مش مميز الصح من الغلط وبيضلل الناس صوت ربنا التعليم اللي في الكنيسة خد اتجاه منحرف وبقى يعلم تعليم هي أقرب إلى ضلالات الشياطين الشعب يحصل له إيه ما هو لازم يتوه ويتلخبط وأنبياء ورجع للأنبياء تاني لأن التعليم دايما أساس كل حاجه أنبياءها قد طيّنوا لهم بالطفال رأينا باطلا وعارفين لهم كذبا عارفين هنا من العرافة يعني ما بقوش الأنبياء بتوع ربنا بيصلوا يربنا يقول لهم قولوا إيه لا دول بيعملوا زي شغل العرافين فما يطلبه المستمعون إيه الكلام اللي يبسط الناس نقوله للناس إيه الكذبة اللي تريح الضمائر نكذب خلي الناس تنبسط مننا وتمشي ورانا طيّنوا لهم بالطفال يعني دي كانت حركات العرافين والشعوذة اللي هم الطفلة يعني ويحطوا طينة معينة يعني ايه زي اللي بيغطي على المنظر تبقى شكلها وحش قوي يقول لك بس طينها كده بأي شوية طفلة كده خلي المنظر يتعدل يعني الناس بتغطي على الخطايا بشوية تجميلات زي مرة واحد جاي يقول لي ايه انا سرقت سرقة كبيرة قوي بص انا هجيب لك اكتر من العشور ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو الكلام ده ينفع عند ربنا؟ هو ربنا هياخد رشوة ولا إيه؟ شوفوا الناس بتفكر إزاي؟ عاوز يتجمل، عاوز يغطي الخزي بثوب كده أو الخطية عاوز يغطيها بأي طريقة زي عملت آدم وحواء زمان يوم ما غلطوا كان لازم يجروا على ربنا يقولوا له استر علينا. إنما هما روحوا دوروا على ورقتين أهو حاجة تغطي علينا كده وخلاص وكأن ما حصلش حاجة، لا حصل. وبدل حصل وحصل خطية كبيرة قوي ما غير الاعتراف الاعتراف يعني أصل الواحد يعترف قدام ضميره انه غلط وانها خطية كبيرة ويطلب الرحمة والتوبة ويوعد ربنا ما يغلطش تاني ويصلح اللي يقدر يصلحه كله هي دي بقى الطريقة الوحيدة اللي تصلح الاوضاع وترفع غضب ربنا عارفين لهم كذبا قائلين هكذا قال السيد الرب والرب لم يتكلم يعني ايه ربنا ما قالش حاجة هم اللي رايحين يقولوا ربنا بيقول ربنا بيقول ربنا ما قالش انتوا ليه بتقولوا كده عشان كده الامانة في التعليم صدقوني مسؤولية مش مش سهل ان اي حد يقول اي حاجة قديس بولس من كتر امانته يقول نتكلم امام الله في المسيح وكما من الله نتكلم امام الله في المسيح يعني الكلام جايلنا من ربنا ونقوله قدام ربنا يفتش علينا في الكلام ونتكلم في المسيح يعني بالروح القدس يبقى هنا مش بولس بيرضي الناس بكلامه مش بيريح الناس وأعصابها بشوية تشجيعات في غلط بيبقى جديد قوي في الغلط ليه لأنه خايف على أولاده الأب اللي يسكت على غلط عياله ما يستاهلش يبقى أب لأنه سايب عياله بيضيعوا ويقول لك مش عاوز أزعلهم ما تزعلهمش بس خليهم يهلكوا هو ده حب ده إنما أبونا السماوي يضع في آباء الكنيسة حب مسؤول حب حتى لو عنف وبكت بدافع المسؤولية بدافع الحب الحقيقي الناضج اللي عاوز خلاص الناس مش عاوز هوى الناس هوى الناس ياخد الناس في اتجاه غلط إنما خلاص الناس بابه ضيق وطريقه كرب فالكلام لما يوجع الوجع ده مفيد لأنه مش كل دواء مر يبقى بلاش منه الدلع ده يضيع الدواء المر ضروري في وقت. قائلين هكذا قال السيد الرب والرب لم يتكلم، شعب الارض ظلموا ظلما وغصبوا غصبا، يعني هم اتظلموا وابتدوا يظلموا ويغصبوا، ما خلاص بقى لما يلاقوا الكبار كلهم ماشيين غلط مش كده؟ لازم يعملوا زيهم. فاذا كان الانبياء والكهنه والرؤساء كلهم اخطاء. يبقى الشعب متوقع منه ايه غير الفساد لو درست المسيحية في الغرب ايه اللي شوه المسيحية في الغرب قيادات الكنائس لما تدرسوا تاريخ اخر 500 سنة تجاوزات اللي كانوا يعني يعني بيقولوا عليهم بتوع ربنا او رجال الدين عملوها هو ده اللي خلى شعوب كتيرة تطلع ملحدة لانها ما المسيحية الصح ما شافتش الكهنوت اللي يغسل الرجلين، ما شافتش الأب اللي بيخاف على عياله بجد، ما شافتش قديسين كل همهم خلاص الناس مش مصلحتهم وبطنهم، ما شافوش فما دل ما شافوش خلاص يبقى المسيح وحش والكنيسة غلط، لكن لو شافوا حياة زي حياة الرسل كده لا طبعا الناس دول مخلصين جدا فالناس بتحبهم وتمشي وراهم. شعب الأرض ظلموا ظلما وغصبوا غصبا واضطهدوا الفقير والمسكين وظلموا الغريب بغير الحق ما خلاص بقى المسؤولين كلهم غلط يبقى الشعب كله يعمل الغلط وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف في الصغر أمامي حلوة أول الآية يعني إيه قال أنا استنيت ألاقي واحد واحد يقف لي كده يسد الثغرة دي ثغرة يعني إيه فتحة كده في الحيطة ثغرة السور خطر جدا في بلاد زمان أسوار البلاد حصانة لو اتعملت فتحة تعدي ناس كده البلد تقع فيقول أنا كنت عاوز راجل يقف في الثغرة دي في قصص اليهود في حاجات كده كتير إنه تلاقي واحد جدع كده زي يونسان مثلا ابن شاور وقف وقفة راجل وسطر على الثغرة دي كل حاجة اتظبطت بعدي القديسين والأبرار اللي بيقفوا قدام ربنا كشفعاء كوسطاء كناس أتقياء يقفون في الصغرة يحاموا عن الشعب كله لو ربنا كان لقى في زمن سدوم وعمورة خمسين بار وقفوا في الصغرة ده نزلها لغاية عشرة قال لو في عشر أبرار هسامح البلد كلها فهنا بيقول طلبت من بينهم رجلا يبني جدارا يعني بدور على واحد يعمل خير بجد واحد يطلع بجدار يعني يعلم تعليم مستقيم يعني يخوف الناس ويتوبهم زي في زمن ما قبل المسيح المسيح قال على كل المعلمين اللي في جيله يعني ايه الذين اتوا قبلهم سراق ولصوص ما عدا واحد وقف في الثغره يوحنا المعمدان ده وقف كده عجب ربنا شهد للمسيح حتى لو تشالت رقبته بس ده راجل وقف بنى جدار اعد الطريق امام الله لكن ما عدا يوحنا المعمدان كل الباقيين دول المسيح قال عليهم ايه حراميه حراميه دول لابسين ذهب ودول مناظرهم مش عارف ايه ودول يحبون المجالس الاولى والتحيات في الاسواق حراميه في لغه الكتاب سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم لأن الشعب الطيب يميز بعد كده يحس الناس دي بتقول إيه الناس دي مش قلبها علينا الناس دي بتقول كلام فلسفة كده في الهو فبيقول طلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف في الصغر أمامي عن الأرض كي لا أخربها فلم أجد فسكبت سخطي عليهم أفنيتهم بنار غضبي جلبت طريقهم على رؤوسهم يقول السيد الرب يبقى هنا ربنا بيؤدب تأديب شديد قوي لأنه مش لاقي من يقف أمامه يشفع في هذا الشعب بس خلي بالكم واحد ممكن يقول إيه طب ما أرمية كان وقت السبي وهو رجل عظيم وقديس لكن السبي حصل أيوه لأن ربنا إرادته أن يكمل التأديب بسبب أن الناس ساءت فيه حتى لو أرمية عاد خمسين سنة ينبهه بس حدش سمعه وأرمية يشفع فيهم ويبكي عليهم وبنسميه النبي الباكي وزي وقبل منه أشعية وبعد منه دانيال وحسقيال هؤلاء الأبرار بسبب غضب الله نجوا أنفسهم وقليلين قوي اللي مشي وراهم لكن التأديب استمر ليه؟ لأن كان الموضوع زاد قوي لكن هنا ربنا بيقول لنا إيه بس لو كنت لقي حد يقف في الصغر كان التأديب ده يقل عن كده أو يتوقف صح 23 ما زال حزقيال يرى رؤى كلها يدعو شعب اليهود للتوبة لأنه السبي بدأ وفي جولة ورا جولة وتأديبات شديدة جدا وغضب واضح من ربنا وحزقيال وهو مسبي يعني جزء من رحلة السبي وبرضو دي رسالة عاوز أقولها لكم البعض بيعتقد أنه التأديب لازم يجي للأشرار بس طب حزقيال كان شرير ما هو هو نفسه راح في السبي دانيال كان شرير ما هو راح في السبي لكن السبي الذي أدب الأشرار نفع الأبرار إحنا يمكن ما كناش نسمع عن دانيال وحسقيال إلا بسبب السبي والأيام الصعبة السبي والتأديب والعقاب الإلهي بينما كان يؤدب بشدة السخط ده الشعب الزايغ وراء الوثنية طلع لنا قديسين عظام جداً وبعدين زاروا بابل وبعدي عزرا وبعدين حامية كل دول تمرروا من أيام السابي جات عليهم الأيام الصعبة زي غيرهم شافوا الموت بعنيهم كتير تحملوا كتير قوي طب وبعدين دول الأيام الصعبة طلعتهم قديسين كبار أضافت عليهم أكاليل في السماء إذا ربنا أحيانا يسمح بعقاب عام بما في بعض أولاده لكن أولاده وسط العقاب ده يعني بيزدادوا قداسه وبيزدادوا كرامه في عينيه، اما اللي مش راضي يستفيد بقى زي النار، النار تعمل ايه؟ النار تحرق القش والخشب والكلام الفارغ، انما تيجي عند الذهب تعمل فيه ايه؟ تطلعه عيار احسن، وتطلعه انق، هي نفس النار اللي هتحرق دي لكن مع ناس معينه بتطلع حاجه حلوه. كان إلي كلام الرب قائل الأصحاح ده مشهور زي إصحاح 16 شوية لو تذكروا حسقيال 16 وإن كان كلامه بيبقى بيوجع القلب قوي 16 و 23 ليه؟ تشبيه شعب الله بالزوجة الخائنة تشبيه مر ليه؟ لأنه عاوز يقول لهم قد إيه مشاعر ربنا مجروحة ربنا حب شعبه قوي وطلعوا بيد قوية من وقت موسى وفرجهم على معجزات محدش شافها وكان ينتظر يعيشوا في تسبيح دائم كانوا ينتظر ان هم يفتخروا بإلههم ويتمسكوا به جدا انما بقوا يغيروا من الاوثان وعاوزين يعملوا زي الشعوب التانية اللي بتعبد الحجارة والخشب وكل شوية يعملوا كده ويزدادوا عند ويزدادوا كبرياء ويزدادوا اباحية فهو عشان ينقل لنا قد ايه الغلطة دي كبيرة قوي في حته كده اي راجل في الدنيا يحس بيها لما الزوجه تبقى خائنه مراره صعبه قوي فعشان يشرح لنا قسوه ما يصنعه اليهود فربنا نفسه وليل تأديب الشديد ده جاي عليهم يحكي لنا الحكايه تاني بتاعت اورشليم والسامره كاختين زانيتين كان الي كلام الرب قائلا يا ابن ادم كان امراتان ابنتا ام من واحد ما هو اللي فاهم تاريخ اليهود هم اليهود اصلهم ايه؟ ابونا ابراهيم زمان من العراق من كور الكلداني كور الكلدانيين بعدين سافر لغايه كنعان اللي هي فلسطين وقعد بعد مئة سنه جاب اسحاق اسحاق ده ابو اليهود جاب يعقوب اللي هو اسرائيل وطلعت منه الاسباط لغايه كده الدنيا كانت كويسه جم مصر وقت المجاعه قعدوا لهم 400 سنه في مصر طلعوا ورا موسى النبي وقت موسى يعني كان شويه يختشوا وشويه يزوروا وبعد موسى سلمهم ليشوع يشوع سكنهم في كنعان من ساعة ما سكنوا في كنعان وعنيهم زايخ الاستقرار خلاهم يطمعوا في الأرض ويطمعوا في الدنيا ويركنوا ربنا وفي زمن القضاء بعد يشوع والملوك كانوا يميلوا دائما للوثنية فهنا تعسمت مملكة إسرائيل إلى مملكة الشمال عاصمتها السامرة ومملكة الجنوب عاصمتها أورشليم فبقى كده مجازا نقول السامرة وأورشليم هم كده شعب اليهود على بعض فدول من أم واحدة ليه؟ ما كل دول يهود كل دول في الأصل ولاد إسرائيل فعشان كده بيقول كان امرأتان ابنتا أم من واحد وزنتا بمصر وقعوا في الزنا في مصر يعني عبدوا الأوسان كتير من اليهود عجبتهم وثنية مصر رغم الذل اللي هم فيه وده اللي خلاهم مسافه ما طلعوا ورا عملوا عجل ذهبي زي اللي كان عندهم في مصر. في صباهما زانتا، يعني اتعرفوا بالشر كان في بدايتهم لان كانت ظروفهم قاسيه في مصر ومع كده عجبتهم الوثنيه. هناك دغدغت ثديهما وهناك تدغدغت ترائب عذرتهما، يعني مرسوا الزنا او تعرضوا لفكره الابيوز دي او فكره التحرشات والاعتداءات من طفولتهم كبنات فزي اللي استهواهم حاجات النجاسه دي والدنس ده ما هم كانوا عايشين في مجتمع بيمجد الوثنيه بدل ما يكرهوه ويعرفوا ان الذل اللي هم فيه بسببه عجبهم الحال فمسافه ما تحرروا بارادتهم بقوا يعملوا اوثان ودي للاسف يعني بعيدا عن نص الكتاب ربنا يحمي كل ولادنا وبناتنا لما أطفال يتعرضوا للاعتداءات الجنسية بعضهم بيستهوي هذا الأمر وبعد سنين بيبقى عنده انحرافات جنسية بسبب الخبرات السيئة اللي عدت عليه في طفولته وعشان كده دي مسؤولية أباء وأمهات يحافظوا على عيالهم جدا لأن أي خبرة سيئة يا بتجيب لهم مشاكل نفسية يا بتجيب لهم مشاكل جنسية وأحيانًا تصل إلى هو مش عارف طبيعته كولد ولا بنت او ميله الجنسي ايه من كتر التشوه النفسي اللي حصل له بسبب الخبرات المبكرة عشان كده بيشبهها السامرة وأورشليم في صباهما يعني في طفولتهم تعرضوا لبشاعة الوسانية بكل ممارساتها الرديئة من ساعة ما كانوا في مصر اسمهما أهولة الكبيرة وأهوليبة أختها أهولة وأهوليبة دول دي أسماء مجازية يقال ان هولة دي معناها خيمه. يعني في الاصل ده شعب الخيمه، ايه شعب الخيمه؟ ما هو ابونا ابراهيم حياته خيمه، واسحاق كان خيمه، ويعقوب كان خيمه، وده ذكره القديس بولس، ولو كانوا فضلوا اليهود متمسكين بمنهج الخيمه. اللي هو الغربه عن الدنيا، احنا مالناش ما في الدنيا دي، مش تبع الناس دي. احنا نعيش في خيمه نحافظ على علاقتنا مع ربنا على فكرة إبراهيم وإسحاق ويعقوب على قد ما كانوا عايشين في خيمة كانوا أغنى ناس في زمانه أول بقى ما سكنوا في الدنيا واستحلوا حياة الدنيا واختفت الخيمة لقينا الشعب اليهودي عمال يتزل وياخد على دماغه ويبقى زيه زي أي شعب وسن إنما اللي يعيش بفكر الغربة عن العالم اللي يعيش دايما حاطط مسافة بينه وبين فكر الدنيا مش عاوز يتشبه بأهل الدنيا دي خالص ده اللي ربنا يغنيه جدا في السماء وممكن يغنيه في الارض كمان فبيقول اهولا واهليبا اللي هما الاثنين مرتبطين بكلمه هولا اللي هي خيمه يعني فقدوا الخيمه الاثنين والسامرة هي كبيرة لأن السامرة انشقت أولا وعبدت الأوثان أولا يعني مملكة إسرائيل مملكة الشمال العشر أصباط من ساعة أربعاء بعد سليمان على طول ودبت دب دبت فيهم الوسانية لغاية زمن المسيح عشان كده وقت المسيح لما كانوا يشتموا يهودي يقولوا عليه ايه سامري حتى المسيح اتشتمها ليه لانه السامري في نظرهم كلمة صعبة يعني اصعب من كلمة كافر شتيمة بالنسبة لليهود شتموا بها رب المجد يسوع وعشان كده تعجب التلاميذ لما لقوه بيتكلم مع واحدة سامريه لأن بالنسبة لهم السامرة دي ده نصا وثنية ملوثة بالوثنية طبعا هم نفسهم أورشليم عبدوا أوسان بعد كده أهولا الكبيرة وأهوليبا أختاه وكانت لي وولدت بنين وبنات يعني ربنا كان عليه كتر من عيال اليهود وأسماهما السامرة أهولا وأورشليم أهوليبا وزنت أهولا من تحت وعشقت محبيها أشور الأبطال اللي تابع تاريخ اليهود سنة 722 تقريبا بدأ سبي أشور بداية التأديب الشديد قوي يعني من زمن داود ألف سنة قبل المسيح لغاية 722 كان في فترات صعبة وحروب لكن ما حصلش ما يسمى السبي السبي بدأ بشدة بشدة دي لما نقول فيها يروح فيها مئة ألف شاب بقى ضحايا السيف ومئة ألف تاني مجاعة ومئة ألف تاني وبقى أزمنة السبي دي كانت مرة ففي سبع أشور في القرن الثامن نهايته كده 722 أه السامرة سبيت وبالتالي كل مملكة إسرائيل مفروض أورشليم تعمل إيه بقى تترعب وتخاف لأن أورشليم أصغر من السامر عددا ومددا وكله فلما شاف التأديب السامرة الواحد العاقل لما يلاقي واحد شرير حصل له مصيبة يقول أنا مش هعمل زيه أحسن يكون الدور الجاي عليّ مش محتاجة عبقرية. إنما الغريب بقى أورشليم سائد فيها أكثر. فربنا بيحكي الحكاية عاوز يقول يعني أعمل إيه طيب؟ يعني أنبياء بعت وموتوا الأنبياء، بركات غرقتهم بركات، خير إدتهم كثير، صبر استحملت منهم كثير قوي ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه؟ يعني ايه طيب ممكن كان يتعمل عشان يمشوا صح بعد ده كله فيقول زنت أهولة من تحت وعشقت محبية أشور الأبطال قبل ما السامرة تقع في إيد أشور كانوا منبهرين بالأشوريين وعمالين إيه يتملقوهم وياخدوا الوثنية والأوسان بتوعهم يعملوا زيها فجت أشور خدتهم احتلتهم اللابسين الإسمنجوني ولاتا وشحنا كلهم شبان شهوة فرسان راكبون الخيل عارفين لما واحد روحاني يزغلل عينه أمور الدنيا ربنا يحميكوا كلكم يعني واحد يبقى في الصيام وبعدين يتفرج على برامج طبيخ مثلا وأكل وحاجات جميلة و ويبقى نفسه رايحة في الحاجات دي يعرف ينجح يوم ولا اتنين وتالت يوم يفطر بقى وخلاص مش قادر، إيه اللي بتعمله في روحك ده؟ أو واحد يكون في الصيام ومركز في الصلاة وبعدين يبتدي بقى إيه يتفرج على حاجات كده تشد انتباهه للدنيا والنجاسة اللي في الدنيا وكأنه هو المحروم وهو المعذب محروم من ايه ده السكة دي ضلمة كحل السكة دي كلها بهدلة وأذى ده موت وفساد وريحة وحشة ده انت في عز العلاقة مع ربنا عندك النقاوة والقداسة والخير والبركة هو مش شايف كده شايف نفسه زي اللي محروم فبقوا بتوع السامرة يبص اللي بتوع أشور على انه ايه يا بختكوا ده انتوا عندكم الغنى والمجد طبعا الأشوريين دول وسانين فدفعت لهم عقرها لمختاري بني اشور كلهم وتنجست بكل من عشقتهم بكل اصنامهم، يعني كل اللي كان نفسها فيه خدته. مش السامره كانت بتحلم تنتمي لاشور؟ انتمت لاشور، عملوا فيهم ايه؟ ذبحوهم وموتوهم وولعوا في اولادهم وكسروا بيوتهم، والباقيين خدوهم سبايا وعاشوا مرار ما كانوش يحلموا به. خطية بتعمل كده. كل انسان الخطية في الأول يبقى شكلها حلو كده من ساعة حواء وآدم لما كانت الشجرة كده شهية للنظر بهجة للعيون شوفوا بقى الفساد والموت والغلب اللي شفناه بعد الخطية كل خطية كده تبدو في الأول لها بريق طعمها حلو معاها ضحكة كده لكن دي ضحكة خبيثة مش بريئة لأن وراها موت وفساد وعقاب شديد ولم تترك زناها من مصر أيضا لأنهم ضاجعوها في صباها وذغدغت ضرائب عذرتها وسكبوا عليها ذناهم لذلك سلمتها ليد عشاقها ليد بني أشور الذين عشقته يعني زي الممارسات اللي شافتها وقت مصر بقت تعمل زيها في أشور الوثنية لما كانوا يشوفوا الناس بتسجد للتماثيل يروحوا يعملوا كده وكأنهم اللي إيه محرومين تصوروا نحن عندنا شباب من ولادنا بيعتقدوا ان احنا كمسيحيين عندنا حالة حرمان وان بتوع الدنيا دون عندهم الحرية وعندهم السعادة وعندهم الرفاهية وانتم مضيقين علينا وزلين فينا ومش سايبيننا نتمتع بالحياة وهما مش عارفين متع الحياة دي بتوصل لإيه حتى جوه الحياة مش هنستنى لبعد الموت مش شايفين الإدمان بيعمل إيه في الناس مش, مش شايفين إدمان الميديا مش شايفين اللخبطه الجنسيه بتوصل لايه؟ هم اللي شايفينه احنا اللي محرومين والناس دي مستمتعه. دايما الشيطان عنده الحيله دي لانه كذاب بطبيعته كذاب. وابو الكذاب فيكذب على الناس ويخدعهم ويزين لهم ان الدنيا جميله قوي وعيشه ربنا دي كرب. وهو ينسيهم بقى ايه الحياه الابديه ويخليهم في النهارده. لذلك سلمتا ليد عشقها ليد بني أشور الذين عشقتهم هم كشفوا عورتها أخذوا بنيها وبناتها وذبحوها بالسيف فصارت عبرة للنساء وأجروا عليها حكما فلما رأت أختها أهوليبة ذلك أورشليم بقى أفسدت في عشقها أكثر منها حاجة تزعل يعني دول بقى عندهم الهيكل ودول بقى إيه يعني دول ولاد داود المفروض ودول يعني صبت لاوي متمركز هناك والتسابيح والمزامير والعبادة ودول اللي حضروا العز ده كله ودول اللي في يوم من الأيام عمود النار نزل في الهيكل ده ويعني أورشليم دي لها خبرات وبركات كثيرة قوي تقوم تقلد وتقلد أكتر من اللي قبلها عشقت بني اشور الولاء والشحن الابطال اللابسين افخر لباس فرسانا راكبين الخيل كلهم شبان شهوه يعني عارفين المناظر الجسديه اللي ايه تستفز الاجساد كده وتثير الشهوات كده تعامل حيواني مفيش بقى خالص مبادئ حتى انسانيه فرأيت انها قد تنجست ولكلتيهما طريق واحده يعني لا فرق سامره من اورشليم كله وحش ودادت زناها ولما نظرت إلى رجال مصورين على الحائط صور الكلدانيين مصورة بمغرة يعني إيه بقوا يرسموا اللوح الدانسة زي النهاردة الميديا أو وسائل التواصل مليانة صور يعني تفسد أي عينين وأي دماغ وتحول الإنسان إلى بركان من الشهوات بينفجر ويبقى ده مش إنسان طبيعي ده طور هايج ليه؟ شوية الصور اللي منتشرة في العالم دي كانت طريقة الشيطان وهو بيرجعها النهاردة بقى بكسرة أكتر من زمان منطقين بمناطق على أحقائهم عمائمهم مزدولة على رؤوسهم يعني المنظر بالنسبة للزمن ده كان مثير جدا للشهوات كلهم في المنظر رؤساء مركبات طبعا بيربطوا دايما الشهوة مع المتعة والغنى عشان تبقى الصيده على بعضيها كده، اللي نفسه في فلوس يلاقي، واللي نفسه في شهوات جسديه يلاقي، واللي نفسه في كرامه والثلاثي المرعب ده بتاع الشيطان كرامه وجسديات وفلوس، هو دي ادوات الشيطان دايما من جيل لجيل. كلهم في المنظر رؤساء مركبات شبه بني بابل الكلدانيين ارض ميلادهم لان دول اساسا كلهم من الكلدانيين. عشقتهم عند لمحة عينيها عارفين لما واحدة كده غسيمة تقول لك حبيته من أول نظرة ده مش حب يا بنتي خليك عقلة عشقتهم عند لمحة عينيها أول ما بصت بصة كده وقعت خلاص يا بنتي خليك عقلة اللي انت فيه ده ده مش بني آدم أساسا ده شطان لابس عامل فيها بني آدم وأرسلت إليهم رسلا إلى أرض الكلدانيين بقت السامرة وأورشليم عمالين يحايلوا أشور ما تيجوا إيه تحتلونا ما تيجوا تعتبرونا تبعكم بقى ربنا تركن صاحب هذا الشعب اللي ورثهم الأرض اللي اداهم الوعد من أبونا إبراهيم إن كان عن تبقى بتاعتهم دلوقتي بيبيعوها للشيطان براحتهم عشقتهم عند لمح عينيها إياهم وأرسلت إليهم رسلا فأتاها بنو بابل في مضجع الحب يعني بالدعاء إيه بتحبين نجيلك ونجسوها بزناهم فتنجست بهم وجفتهم نفسها اكتشفت بقى إن دول لا ده قرف يعني دي خطية صعبة قوي ده شر وحش قوي وكشفت زناها وكشفت عورتها فجفتها نفسي كما جفت نفسي أختها يعني ربنا بيعبر بلغة البشر كأن نفسه قفلت من الناس بس انتوا لما ترجعوا الحسقية 16 والآخر الإصحاح تلاقوا من طيبة ربنا بعد كل ده اللي ما يحتملوش إنسان أبدا نفسيا يرجع ربنا يبص لهم أهو الشيطان ضحك عليهم طب معلش بس يرجعوا فيها وأقبلهم تاني ويفتح باب الرحمة تاني بعد كل التهويلات دي جفتها نفسي كما جفت نفسي أختها وأكثرت زناها بذكرها أيام صباها التي فيها ذنت بأرض مصر يعني لو ما كانش في زنا فعلي تفضل تتحصر على إيه ذكريات الشر القديم اللي قبل كده حالة إدمان للزن وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل وافتقدت رزيلة وافتقدت رزيلة صباكي بيقول لا يا أورشليم وحشتك شهواتك القديمة والزول اللي تزلتي وانت صغيرة بزغزغة المصريين ترائبك لأجل سديا صباك كلها ألفاظ يعني صعبة تدل على يعني بتوحشك الخطية الشهوات والزل بتاع الشهوة هو ده اللي يحوحشك لأجل ذلك يا أهولي هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا أهيج عليك عشاقك الذين جفتهم نفسك وآتي بهم عليك من كل جهة خلاص بدل دول اللي كسبهم لك بني بابل وكل الكلدانيين فقود وشروع وقوع ومعهم كل دول بقى الارامين اللي تبع اللي هو من ناحيه سوريا وقتها كل دول وسنيين وكل دول لهم اغراض في الشعب وكل بني اشور شبان سهوه ولات وشحن كلهم رؤساء مركبات وشهراء كلهم راكبون الخيل مش دي الحاجات اللي بتعجبك نديها لك فيأتون عليك بأسلحة مركبات وعجلات وبجماعة شعوب يقيمون عليك الترس والمجن والخوزة من حولك هتشوفيهم بقى لما يغضروا بيك لما يقلبوا عليك ما نشوف الشهوة دي بتوصل الإنسان لإيه ويتحاصر كده الإنسان من شهواته وكأنها بلد حواليها جيش ما بيرحمش وأسلم لهم الحكم فيحكمون عليك بأحكامهم واجعل غيرتي عليك وعاملونك بالسخط يقطعون انفك واذنيك دي كانت احد اساليب تحويل اي شعب الى عبيد يقطعوا حته من مناخيره ويقصقصوا دانه علامه الزل والخنوع والمهانه وان ده شعب مهزوم وطبعا دي بالنسبه لاي انثى متخيلين التشوه اللي هيحصل في وشها لما المناخير تتسال والودان يتسال نصها لكن المعنى هنا ان الـ 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 الأنف عموما علامة التمييز لان الواحد يشم الريحة يعرف ريحة حلوة ولا ريحة وحشة مش كده لما تتسال المناخير معناه ايه ما بيشمش معناه ما بيميز يعني انت ما بتميزيش ما عرفتيش إلهك الطيب ولا خيرك ولا البركة اللي عندك ولا العز اللي انت فيه ولا الصلاة ولا السما اللي مستنياكي ورايحة للقذاره ورايحة للحاجات الوحشة خلاص يبقى المناخير ملهاش لازمة زي ما القديس بولس وصف مرة ولاد ربنا قال ريحة المسيح الزكية وقال الريحة الحلوة دي لناس رائحة موت لموت يعني في ناس تح... تشم ريحتنا الحلوة بتاعت ولاد ربنا ي... ي... يقرفوا منها ليه أصل دي هم شمنها ريحة موت عشان دي هتموته يعني هم رفضهم للمسيح وريحته وولاده علامة موت وللبعض رائحة حياة لحياة في ناس تتعامل مع اولاد ربنا يتشدوا وإيه يشتاقوا ويقولوا نفسنا نبقى زيكم ليه؟ دي علامة الحياة طب اللي بيرفضوا اولاد ربنا ويزقوهم بعيد كده دي علامة الموت ليهم هي نفس الريح فهنا المناخير تتشال لأنه خلاص ما عادش في حكمة والودان تتشال ليه؟ كل السنين دي كان عندك ودان تسمعي ربنا ما سمعتيش يبقى ملهاش لازمة فكأن التمييز والاستماع علامة ولاد الله ولاد ربنا بيميزوا الصح من الغلط ويخافوا من الغلط ويحبوا الريحة الحلوة يحبوا النظافة يحبوا سكة ربنا يحبوا سير القديسين وبعدين يسمعوا ما يحبوش يسمعوا صوت الدنيا يحبوا يسمعوا صوت ربنا عاوزين ودانهم دي تفضل شغالة المسيح قرر كذا مرة من له أذنان للسمع فليسمع فهنا بيقول يقطعون أنفك وأذنيك وبقيتك تسقط بالسيف يأخذون بنيك وبناتك وتوكل بقيتك بالنار يعني ابتدوا بقى يولعوا في الناس كان يعني دي طريقتهم في الوسانية يأخذوا الشبان أو الأطفال يحطوهم مكان الحيوانات ذبايح والأهالي تتفرج شوفوا بقى العذاب النفسي اللي يشوفوه مش ده اللي كان نفسهم فيه يشوفوا نتائج أفعالهم وينزعون عنك ثيابك ويأخذون أدوات زينتك وأبطل رزيلتك عنك وزناك من أرض مصر خلي بالكوا الكلام عن بلد مش عن إنسانة وإلا يبقى كلام صعب عن بلد يعني إيه كل فخر البلد يتاخد منها كل زينة البلد تروح منها فلا ترفعين عينيك إليهم ولا تذكرين مصر بعد يعني إيه الغلب اللي شفتوه وقت فرعون مصر هتشوفوا أصعب منه وقت سبي أشور وسبي بابل ده اللي بيقوله حسقيال انه ايه انتوا بس قلتوا ده احنا شفنا ايام في مصر لولا ربنا بعت موسى وخرجنا ده لسه بدل رجعتوا للغلط لسه في ايام السبي اصعب من مصر هكذا قال السيد الرب ها انا زا اسلمك ليد الذين ابغطيهم ليد الذين جفتهم نفسك يعني بعد ما الواحد يقرف من الخطية الخطية تفضل تزل فيه وتبهدل فيه بعد ما اكتشف اللي فيها أه بس اكتشفت متأخر ما انت قعدت متلذذ بيها وبتجري وراها كتير. فيعاملونك بالبغضاء ويأخذون كل تعبك ويتركونك عريانه وعاريه فتنكشف عورة ذناك ورذيلتك وذناك. يعني ايه؟ العري في اللغه الروحيه معناها زي ما شفنا ادم وحواء وزي ما شفنا في الرؤيا يقول له ده انت عريان الحق نفسك. العري معناها الواحد يلبس توب الدنيا. ويعجبه مجد الدنيا وعاوز كرامة الدنيا فيتعرى من نعمة الله. النعمة عاملة زي الهدمة كده اللي مغطية علينا، أنتم الذين اعتمدتم لبستم المسيح. خدنا نعمة ربنا ستر علينا. النعمة دي براحتك عاوز تخلعها تخلعها بس هتمشي عريان. زي ما عمل آدم وحواء، كان في نعمة محوطاهم كانوا زي الأطفال الملائكة. أول ما كسروا علاقتهم بربنا النعمه فارقتهم، اكتشفوا بقى العري والذل ومن ساعتها البشريه عاريه، عاريه من نعمه الله، جه المسيح يستر علينا بالتجسد، جه المسيح بالتجسد والفداء ونعمه المعموديه لبسنا الستر ثاني، لبسنا النعمه. عشان كده احنا في عهد النعمه، لكن النعمه دي لو انت مش عاوزها انت حر. أفعل بك هذا لأنك زنيت وراء الأمم لأنك تنجست بأصنامهم في طريق أختك سلكتي أختها السامرة يعني فأدفع كأسها ليدك هكذا قال السيد الرب إنك تشربين كأس أختك العميقة الكبيرة تكونين للضحك وللاستهزاء تسع كثيرا يعني إيه يعني ده أنت هتاخدي أكتر منها بدل غلطتي أكتر منها عقابك أكبر منها وفعلا على قد الغلط على قد العقاب، وعلى قد الجهاد والتعب على قد النعمه والكرامه في الاخر. تمتلئين سكرا وحزنا كاس التحير، كاس يعني من كتر الحيره شبهها بكاس مره يبقى الواحد زي المسطول كده مش عارف عايش ليه؟ مش لاقي حاجه ليها طعم وتبقى حيره صعبه قوي وحزن شديد قوي، ما هو النعمه راحت. والدنيا حتى لو موجودة تحت رجلينا الدنيا دي غدارة ومزعجة كأس أختك السامرة فتشربينها وتمتصينها وتقطمين شقفها يعني إيه بتمصي كده مص لأنه إيه بتاخدي العلقة الأخيرة وت... وتكتسين سديايك لأني تكلمت يقول السيد الرب يعني هتبقى هي نفسها بتدور على نقطة مية من كتر ما هي نفسها نشفت هكذا قال السيد الرب من أجل أنك نسيتيني أنت يا أورشليم نسيتيني فاكرين المزمور الجميل اللي يقول إيه إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني الأول ده يطبق على المسيح إن ربنا يسوع ما ينسى الشعب أبدا بس ربنا على قد ما مركز معانا جدا 24 ساعة يعني كل دقيقة فيهم مركز بيصعب عليه لما يبقى أولاده نسينه حبيب انت اليوم ده كله فكرت فيا امتى افتكرتني امتى افتكرت كلامي ده انا موصيك كم مرة تخلي بالك من كذا وكذا افتكرت قعدتنا زمان مع بعض افتكرت الخير اللي انا عملته معاك افتكرت عهدي معاك انت نسيني انا ما ابدا لكن انت نسيني فلخص كل عمايل اورشليم والسامرة في كلمة ايه انت نسيتيني مجرد الواحد ينسى ربنا تروح منه قوته خلاص يبقى حتة إنسان لا قيمة له زيه زي الحيوانات والتراب والجمادات لأنه لما الواحد بينسى ربنا بينسى قيمته لأنه صورة الله بينسى الدعوة اللي مدعو بيها أنه يروح السماء بينسى رسالته في الحياة بينسى وصية ربنا ليه فبيبقى عريان من كل حاجة من أجل أنك نسيتيني وطرحتيني ورا ظهرك رميتيني كده ورا ظهرك شوفوا الكلام ده لما ربنا اللي يقولوا عن الناس انتوا رميني ورا ظهركم انتوا راكنيني على جنب انا ملياش قيمه بالنسبه لكم انا مش في دماغكم ولا حساباتكم انتوا كل واحد زي ما قال اشعيا مضى كل واحد وراء طريقه كلنا كغنى من ضلالنا كل واحد شاف له سكه وارمية قالها يعني ايه تركوني انا ينبوع المياه الحيه وراحوا يحفروا لنفسهم ابار ابار مشققه لا تضبط ماء والميه بلاش وميه حلوه وكتيره وما حدش فتحملي ايضا رذيلتك وزناك. تحملي بقى يعني شوفي نتائج عملك هتوصلك لايه. وقال الرب لي ابن ادم اتحكم على أهوله واهولي بقى؟ يعني بص الحكم جاي ازاي؟ احكم انت يا حزقيال. احكم انت كبني ادم يتعامل ايه في ناس بعد كل اللي اتعامل معاهم يوصلوا لكده. عشان كده الكتاب بيقول لو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا، صدقوني الواحد لما يعني يبقى حقاني مع نفسه يقول له رب انا ما استاهلش اروح السما. انا ما استاهلش تبقى ابويا، انا ما استاهلش ولا حاجه حلوه في حياتي. انا ما استاهلش تسامحني لان ياما قلت لك سامحني ورجعت اغلط تاني، انا ما استاهلش ولا حاجه حلوه من ايدك، لكن ارجع اقول لك ايه؟ انت طيب بس سامحني. فهنا ربنا مستنينا بس نحكم على نفسنا لأن لما بنحكم على نفسنا مش, مش هندافع عن نفسنا ولا هنطلب هن يعني كرامات ولا كلام زي كده احنا بنطلب الرحمة بس يا ابن آدم أتحكم على أهولة وأهوليبة بل أخبرهما برجاستهما عرفهم غلطهم فوقهم اشرح لهم قد إيه هما يعني أساءوا ربنا وداسوا على كرامة ربنا وتلززوا بدنيا ما فيهاش لذة واكشف لهم الحقيقة لأنهما قد زنتا وفي أيديهما دم وزنتا بأصنامهما ده الزنا الروحي عبادة الأوثان وأيضا أجازت بنيهما اللذين ولدتهم لي النار أكلا له اليهود من كتر ما قلدوا الوثنيين أعلى ممارسات الوثنيين أن كل عيلة تجيب واحد من ولادها تولع في نار للوثن اليهود بقوا يعملوا كده وبعض ملوك اليهود عملوا كده تصوروا البشاعة بقى ربنا بيبص على عيالهم كأنهم عياله فقولهم بتاخدوا العيال اللي ندتهم لكم تسلموهم كده ذبيحه للشيطان في أهالي بتعمل كده النهاردة في أهالي عاوزة تطلع عيالها يعني إيه عبدت أوثان في أهالي بتربي عيالها على حب الفلوس وحب المراكز وحب الشهوات مش ربنا ده اركنوه على جنب بلاش درواش هو الدنيا وازاي تغلب وتدوس برجليك على كل اللي حواليك وتبقى رافع راسك وبيعلموا عيالهم كيف يعبدون الاوثان بيقدموهم ذبيحه بيولعوا في عيالهم بايديهم صدقوني بيحصل ما هو الشيطان مكار هو مش لازم يعمل تمثال خشب ولا ذهب لكن هي الوثنيه هي هي وعباده الشيطان هي هي في كل جيل بدل ما نطلع عيالنا العجينة الطرية قديسين بناخدهم كده من ايد ربنا ملايكة ابرياء نعبيهم بقى مزامير وحب انجيل وحب الخير وحب المسيح هيطلعوا قديسين احنا بنعبيهم شغل الدنيا وبعدين لما نشوفهم بعد كده بيتحرقوا للشر بيصعبوا علينا طب هو مين اللي وصلهم لكده للأسف أهليهم وفعلت أيضا بهذا نجسة مقدسي الذي في ذلك اليوم ودنست سبوتي ولما ذبحت بنيهما لأصنامهما أتت في ذلك اليوم إلى مقدسي لتنجساه هو ده هكذا فعلت في وسط بيت يعني إيه افتريت وعملت كل حاجة حتى جوه بيتي بيت ربنا نفسه كان بيتحط في ممارسات وسني ملخص الإصحاح ده أنه حسقيال بيوصف لنا حكاية السامرة وأورشليم وحكمة ربنا في التأديب والسخط الإلهي لأنه زمن طويل قوي مطول باله وهم يزدادوا شر فسماهم كده إيه البنتين الخائنتين اللي ربنا اختارهم لكن هم خلوا به ربنا يحمينا كلنا لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين ناخد آية واحدة من أجل أنك نسيتيني وطرحتيني وراء ظهرك دي 23-35 من أجل أنك نسيتيني وطرحتيني وراء ظهرك يلا قولوا معايا عشان نفتكرها من أجل أنك نسيتيني وطرحتيني وراء ظهرك تفضلوا نصل اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد محبة الله الأب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم